النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. مساء الخير لجميع متابعينا في الأردن، ورحب بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية من طقس العرب. درجات الحرارة بدأت ترتفع تدريجيا اعتبارا من نهار اليوم، ويتوقع أن تستمر هذه الارتفاعات في درجات الحرارة خلال الأيام القليلة القادمة، تحديدا خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث ستصبح أعلى من معدلاتها مثل هذا الوقت من العام. طقس حار بشكل عام في أغلب مناطق المملكة، شديد الحرارة في المناطق المنخفضة تحديدا منطقة الأغوار، البحر الميت والعقبة. تفاصيل أكثر سنستعرضها في هذه النشرة، لكن نبدأها كالعادة بصور الأقمار الصناعية الملتقطة خلال ساعات صباح اليوم، والتي توضح خلو عموم منطقة بلاد الشام والعراق وشرق البحر الأبيض المتوسط ومصر وشمال المملكة العربية السعودية من الغيوم بسبب سيطرة لمرتفع جوي في طبقات الجو العالية يمنع تشكل أي غيوم في هذه المنطقة. نتحدث الآن أكثر حول درجات الحرارة المتوقعة اعتبارا من نهار اليوم وخلال الأيام القليلة القادمة. نستعرض هذه الخرائط لتوزيع الكتل الهوائية في طبقات الجو المتوسطة. يوم الثلاثاء تستمر الأجواء حارة نسبيا في عموم مناطق المملكة، حيث تكون درجات الحرارة حول إلى أعلى بقليل من معدلاتها مثل هذا الوقت من العام. يوم الأربعاء ارتفاع قليل على درجات الحرارة مع استمرار الطقس حار نسبيا في عموم مناطق المملكة، حار في المناطق المنخفضة منطقة الأغوار البحر الميت وأيضا منطقة العقبة، لكن اعتبارا من يوم الخميس تندفع نحو المملكة كتلة هوائية حارة تعمل ارتفاع واضح في درجات الحرارة. تصبح الأجواء حارة بشكل عام في أغلب مناطق المملكة، شديدة الحرارة في منطقة الأغوار البحر الميت والعقبة وأيضا عموم المنطقة الشرقية والمناطق الجنوبية. يوم الجمعة أيضا تستمر هذه الأجواء الحارة بالسيطرة في عموم مناطق المملكة. تفاصيل أو أسباب حدوث هذا الارتفاع في درجات الحرارة نستعرضه بهذه الخريطة لتوزيع الأنظمة الجوية المسببة لهذا الارتفاع الجوي. سوف نركز فيها على الأجزاء الجنوبية من الجزيرة العربية، حيث تتأثر بأحوال جوية غير مستقرة كنتيجة لاندفاع لكتلة هوائية مدارية رطبة تعمل على هطول زخات رعدية غزيرة من الأمطار في عموم هذه المناطق. تدفع هذه الكتلة الهوائية الرطبة بالكتلة الهوائية الحارة الأصلية المسيطرة بطبيعة الحال في عموم الجزيرة العربية باتجاه الشمال، أي نحو شمال الجزيرة العربية، شمال المملكة العربية السعودية، نحو العراق وأيضا منطقة بلاد الشام. هذا ما سيعمل على ارتفاع في درجات الحرارة. درجات الحرارة ستكون أعلى من معدلاتها مثل هذا الوقت من العام اعتبارا من يوم الخميس، وهناك ارتفاعات متواصلة على درجات الحرارة خلال عطلة نهاية الأسبوع وأيضا خلال بداية الأسبوع القادم كنتيجة لسيطرة لهذه الأنظمة الجوية. نذهب الآن للعاصمة عمان والتوقعات الجوية لهذه الليلة، حيث تسود أجواء صافية بشكل عام. 21 درجة مئوية كحرارة مقاسة، المحسوسة 22، الرطوبة حوالي 77%، والرياح تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة. نبقى في العاصمة عمان والتوقعات الجوية للثلاث أيام القادمة. يوم الأربعاء 31 درجة مئوية كحرارة عظمى، الصغرى 22، ارتفاع على درجات الحرارة يوم الخميس 33 إلى 24، ويوم الجمعة تستمر الأجواء حارة نسبيا في العاصمة عمان مع 33 إلى 24 درجة مئوية. نستعرض الآن وياكم تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في باقي المدن الأردنية. نبدأها بالمنطقة الشمالية، المفرق 34 إلى 22، إربد 32 إلى 23، عجلون 31 إلى 22، وجرش 34 إلى 24 درجة مئوية. المنطقة الوسطى، الزرقاء 35 إلى 25، عمان 32 إلى 23، البلقاء 32 إلى 23، مأدبة 32 إلى 23، والبحر الميت تحول أجواء شديدة الحرارة مع 38 إلى 31 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية، الكرك 31 إلى 21، الطفيلة طقس صافي 30 إلى 22، الشراء 28 إلى 21، معان 35 إلى 22، والعقبة 40 إلى 31 درجة مئوية. نختم نشرتنا بالتوقعات الجوية للمنطقة الشرقية، الأزرق 39 إلى 25 درجة مئوية، الصفاوي 39 إلى 23، ورويش 39 إلى 25 درجة مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، إلى اللقاء. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك الاتحاد،
شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.